وحتى وقت قريب كان الناظر من أعلى هذا الوادي بمنطقة شخاوي بمديرية الريدة وقصيعر بساحل حضرموت لا يقدر على رؤية أسفله لكثافة أشجار النخيل التي كانت تملأه، لكن الأمر اليوم غير ذلك. هنا وبين أجذع أشجار نخيله، أو بالأصح ما تبقى منها، تجد العم صالح العمقي وهو يستحضر وبكثير من الألم والأسى تلك الليلة التي ضرب بها الإعصار لبان قريته الصغيرة قبل نحو شهرين، وما سببته السيول يومها من جرف لمزرعته واقتلاع أكثر من 500 نخلة كان الرجل السبعيني وأسرته يعتمدون عليها جيلا بعد آخر. أكثر من 500 نخلة من المنحن حال خاص، والعام 10 مئات النخيل، الالاف النخيل الاشقاوي. انا لو اخترت انا نلا واحد، لو اخترت حوالي 600 نسمه في الارض هذه، موالهم كلها راح. شقاوي تنقذ حد ينقذها، طلبي مني انقذ شقاوي. هم حافظ انه هو اي مسؤول في منطقتنا او خارج بلادنا. حال العم صالح ذاته ينطبق على جميع سكان منطقة وادي شخاوي، فأكثر من 50 فدانا زراعيا كان الأهالي يعتمدون عليها في معيشتهم جرفتها مياه السيول، محولة ما كان بالماضي واد خصيب إلى آخر يصعب إعادة استصلاحه للزراعة. النخل هذه راح نشلن السيل علينا وغيبهن علينا، والحين نشوف الوحدة كم عمر واحد من الإنسان، والحين بدون ملحي معيشة من النخل هذه، ولا راح ضربنا النخل علينا هذه ما نحن محل هنا، وين منحل نعيش منين؟ ولا تنتهي المعاناة عند هذا الحد، فرياح الإعصار الشديدة والأمطار الغزيرة تسببت في إحداث تصدعات وانهيارات جبلية، ومنها هذا الجبل الذي أدى انهيار بعض أجزائه لدفن معايين المياه التي يعتمد عليها أهالي الوادي في الشرب والزراعة. توقع أنه إذا تأخرنا عليهم في كثير من النخيل بتموت واقفة، لأن الماء ما بيوصل لها، النتيجة أن المعايين مدفونة، المواطن مش قادر يستصلح الأرض، مش قادر يستحل المعايين، بالتالي كثير من النخيل غير اللي ما شلها السيل بتموت واقفة، والناس هنا عايشة عليها، وبالتالي نحن لازم ننقذ الناس، ولا وكأننا نقول على الناس رحلوا من هذا الوادي ورجعوا دور لكم حياة جديدة غير هذه الحياة، لأنهم صراحة عايزين أنهم يقوموا بأي حاجة داخل الوادي هذا. ومع غياب أي تدخل حكومي لمساعدة سكان شخاوي، باتت هذه التجمعات المائية الصغيرة المتشكلة من بقايا الأمطار هي مصدر الشرب الوحيد المتبقي لهم، والتي وإن جفت لن يكون أمامهم حينها إلا مغادرة الأرض التي أبصروا النور عليها، أو انتظار مصير قد لا يختلف كثيرا عن مصير أشجار نخيلهم هذا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.